اللهم نمدحك ونعترف بك، وكذلك الأرض تسجد لك أيها الآب السماوي. ها هو ذا ملائكة السماء وهو تهاته مجيد، الفعل به والسار فيه يصرخنا نحوك صراخا متصلا ثلاثي التقديس قائلين: الذين افتروا
في المجد الدائم. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، دبر وارفعه إلى الدائم. إننا اسمك إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. نسألك يا رب أن تصنع في هذا ولتكن رحمتك علينا يا رب كمثلك علينا عليك. قد توكلت عليك يا رب فلن أخزى إلى الأبد. Benedicam Patri et Filium cum Sancto Spiritu. Domine, exaudi orationem meam. Et amor meus et ante veniat. Dominus vobiscum. Et cum Spiritu Tuo. Oremus. Deus Pater Eterni Fidelium, qui Ecclesiae Tuae multiplici dispensationi preis et amore dominaris, da quesumus famulo Tuo Pier Battista, quem plebi Tuae perfecisti, ut greci cuius est pastor, Christi vice presidiat, et fidelis sit doctrine magister, sacri cultus sacerdos, et gubernationis minister, per Dominum nostrum Iesum Christum filium Tuum, qui tecum vivet treniat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum Spiritu Tuo. Benedicat vos Dominus et custodiat vos. Amen. Benedicat vos Dominus et illuminet facem suam super vos et misereatur vestri. Amen. Converta vultum suat vos et donet vobis suam pace. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen. Iti in pace. Deo gratias. غبطت البطريرك بيير باتيستا. طوبى للآتي باسم الرب. كان هذا أول رد فعل عفوي لنا كأساقفة وكهنة في الأردن عندما علمنا
بتعيينكم البطريرك العاشر للقدس من قبل قداسة البابا فرانسيس. كلمة مبارك الواردة في الآية السابقة تترجم في العامية بكلمة مبروك، لذا اسمحوا لنا يا صاحب الغبطة باسم جميع الحاضرين ها هنا الأساقفة وعلى رأسهم الغبطة البطريرك فؤاد طوال، الأسقف سليم الصايغ، والقائم بالأعمال السفارة البابوية المونسنيور للي، وباسم الكهنة ومجلس الكهنة والشمامسة وممثلي الجمعيات الرهبانية الرهبان والراهبات والقائمين على المحاكم الكنسية وإدارة المدارس واللجنة المالية، المؤمنين من مختلف الرعايا الكاريتاس وجميع الأنشطة الخيرية، الإعلام الكاثوليكي، الشبيبة المسيحية والكشافة والأخويات والمكرسات والشدايق والجوقات وخدام الهيكل، باسمهم جميعا نعبر عن خالص مباركتنا، ويسعدنا أنكم حضرتم من القدس إلى عمان للقيام بزيارتكم الأولى كبطريرك للقدس. تأتون إلى هذا الجزء من الأبرشية الذي يضم أكبر عدد من المؤمنين الذين يتبعون الطقس اللاتيني، وأكبر عدد من الرعايا والمدارس، وأكبر عدد من كهنة البطريركية. لذلك تستحق هذه الجهة من الأبرشية عنايتكم الخاصة، ونأمل أن تتكرر زياراتكم إليها. لقد أتيتم بعد عام كامل من الغياب بسبب الوباء، والتي سقط ضحيته أنتم بأنفسكم والثلث الإكليروس البطريركي في الأسابيع الماضية. لقد كانت تجربة أليمة للأبرشية، وقد ساعدنا الله في التغلب عليها. نأمل أن تمنحنا هذه الخبرة مناعة قوية وروحانية أقوى. وعلى الرغم من الوباء استمرت الاتصالات بينكم وبين هذا الجزء من الأبرشية، فما زلتم ترسلون إلينا عظتكم الأسبوعية لنمو حياتنا الروحية، ويستمر إرسال الرسائل والتعليمات. لقد قابلتم الكهنة أكثر من مرة عبر الزوم ومن الناحية العملية، وبفضل الواتساب ورسائل البريد الإلكتروني لم يتوقف الاتصال اليومي مع الكهنة. يا صاحب الغبطة، نحن نعلم البرنامج اليوم الثقيل الذي وقع على كاهليكم كمدبر رسولي، والذي على الأرجح لن يقل بصفتكم الجديدة. ويسعفنا هنا القديس أغسطينوس الذي يذكر واجباته كأسقف، وهي نفسها واجباتكم اليوم. كتب أغسطينوس: علي تقويم المنحرفين، تقوية الضعفاء، دحض معارضي الإيمان، تعليم الجهال، إثارة عزيمة المتثاقلين. يجب علي وضع المتكبرين في مكانهم، وتثبيت أقدام اليائسين، ومصالحة المتشاجرين. علي مساعدة المحتاجين، الوقوف إلى جانب المظلومين. أما الصالحون فعلي تشجيعهم، والآخرون احتمالهم. ويجب علي، يقول أغسطينوس، أن أحب الجميع. ويختم كلامه بقوله: هذا الإنجيل يخيفني بسبب متطلباته الكثيرة. هذه هي المهام التي تنتظركم، ويجب ألا تخيفكم، فالله معكم. وتؤمنون بالشعار الذي اخترتموه لحبريتكم: تكفيك نعمتي. علاوة على ذلك، نحن إكليروسا ومؤمنين على استعداد لاستمرارية التعاون من أجل بناء الملكوت الذي هو الكنيسة، هذه الكنيسة التي هي أو ينبغي أن تعود إلى كونها جماعة شعب الله. وها إن الكهنة والرعاة والأساقفة الذين يعتنون بالنفوس هم في خدمة شعب الله هذا. صاحب الغبطة، تبدأ مهمتكم في أوقات صعبة على جميع دول العالم، بما فيها بلدنا وأبرشيتنا. فقد أوجد الوباء وضعا جديدا أثر في قطاع التعليم والتربية والاقتصاد وسوق العمل. الصليب ثقيل، وإذا أحسننا حمله سيصبح هذا الصليب قوتنا ومصدر بركة للكنيسة.
ومرة أخرى اسمحوا لي أن أقتبس من أقوال البابا فرانسيس: عندما نسير بدون الصليب، وعندما نبني بدون الصليب، وعندما نبشر بالمسيح بدون الصليب، فإننا لسنا تلاميذاً للرب. نحن نكون دنيويين، قد نكون أساقفة وكهنة وكرادلة وبابوات، نكون كل هذا، لكننا لسنا تلاميذ الرب. صاحب الغبطة، استمعنا إلى عظتكم الأولى في اليوم الأول من العام الجديد، وصفتم فيها وضع كنيستنا اليوم، ويمكن اعتبار هذه العظة خارطة طريق مبسطة للمستقبل. لقد تحدثتم عن وجود حواجز مختلفة في الكنيسة، هي أصعب من الحواجز الجغرافية لأنها يمكن أن تعرقل مسيرتنا الكنسية. لقد تحدثتم عن الحواجز بين الإكليروس والعلمانيين، بين الأجيال المختلفة، الحواجز بين البعد المحلي والبعد العالمي لكنيستنا، إضافة إلى حواجز اللغات. نحن نعلم أن هنالك حواجز أخرى، وعلينا أن نتعاون معاً لإزالتها وبناء الملكوت. صاحب الغبطة، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نطلب من أمنا مريم العذراء الناصرية، أمنا الحانية، شفيعة هذه الكنيسة، أن تحميكم وأن تحمي كنيسة الأردن وتحمي جلالة الملك عبد الله الثاني، عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، وأن تحمي بلدنا الأردن حيث ننعم بالحرية والأمن والأمان. وعندما ستقابلون جلالته بعد أيام، بلغوه من طرفنا أننا نصلي دائما لأجله ولأجل ازدهار الأردن. صاحب الغبطة، من القلب نقول لكم مرة أخرى: طوبى للآتي باسم الرب، مبروك وألف مبروك. تبدأ الآن بعد قليل صلاة الساعة الوسطى في الكتيبات اللي موجودة بين إيدينا. Thank you.
جاء المسيح يبشركم بالسلام، أنتم الذين كنتم أبعد، ويبشر بالسلام الذين كانوا أقارب.
لقد أحسنت إلى عبدك يا رب بحسب كلماتك. علمني حكم الصلاة الحريفة فإني قد آمنت بوصاياك. كنت ظلا قبل أن أذل والآن أنا حافظ لقولك. حسن أنت ومحسن وعلمني فراغك. إن المتكبرين لطخوني بالكاذب وأنا بكل قلبي أرعى أوامرك. ألغت مثل الشحم قلوبهم ولا تعنت بشريعتك. حسن لي أني ذللت حتى تعلم فرائضك. المجد للآب والإب وروح القدس. كما كان في البدء والآن وكل الآن وإلى دهر الدهرين آمين. ارحمني يا الله فإن الإنسان يرهقني والمقاتل طوال النهار يضايقني. طوال النهار يرهقني الذين يتوصلونني فقد كثر من في المرتفعات يقاتلونني. عليك توكلني ولا خوف. شر متجهة يتجمعون ويختبئون وثاري يقطفون. قطعت خطوات التائهة فاجعل دموعي في قربك. أوليست في سفرك حينئذ يرتد أعدائي يوم دعائي ونعلم أن الله معي. على الله الذي بكلمته يشير، على الرب الذي بكلماته يشير. على الله توكلت فلا خاف وما بصنع بي الإنسان. اللهم علي نذور لك سوفي ذبائح حمد لك. لأنك من الموت أنقذت نفسي حتى أسير أمام الله في نور الأحياء. المجد للآب والإب والروح القدس. كما كان في البدء والآن وكل آن وإلى دار الدهور آمين. ارحمني يا الله ارحمني فإن نفسي بك تصمد. بذل جناحيك تصل إلى أن تعبر المصيبة. أتعيناها
يرسل من السماء ويخلصني ويخزى من يرهبني. يرسل الله رحمته وحقه نفسي بين الأسود متجه الأسود التي تفترس بني آدم أن يبهر رماح وسهام ألسنة ألسنة وسيوف حادة. اللهم ارتفع على السماوات وليكن مجدك على الأرض كلها. نصب شباكا لخطاياتي فنزع حد نفسي. حفروا أمامي هوة فوقعوا فيها. قلبي مستعد يا الله قلبي مستعد. إني أنشد وأعزل استيقظ يا مجدي. استيقظ الولود والكنار صبيب الصحاب. أحمدك أيها السيد في الشعوب وأعزف لك في الأمم. فقد عظمت رحمتك إلى السماوات وحقك إلى الأمم. ارتفع اللهم على السماوات وليكن مجدك على الأرض كلها. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى دهر الدار. جاء المسيح يبشركم بالسلام أنتم الذين كنتم أبعاد ويبشر بالسلام الذين كانوا أقارب. قراءة من سفر أشعياء النبي. أشيد للرب فإنه قد صنع عظائم ليعرف ذلك في الأرض كلها. اهتفي وابتهجي يا ساكنة صهيون فإن قدوس إسرائيل في وسطك عظيم. كلام الرب. الشكر لله. رأت جميع أقاصي الأرض خلاص إلهنا. هللويا. رأت جميع إلهنا. هللويا. First of all, I want to greet all of you. Thank you for coming here, despite all the difficulties. I greet Monsignor Chamalé also for what he said, Sayyidina Fuad, his beatitude, Salim, our brother, Monsignor Mauro Lalli, the religious, the priest, everyone, and all of you. I would like to express appreciation, respect, and gratitude for all the efforts that you have made in welcoming me. I'm full aware of how difficult, especially for these days, it is organized celebrations in this particular time. So I greet all you present today, also those are following through the television. I also greet the teams and committees that contributed to the success of this celebration, marking my first visit to this dear, very important part of the Diocese of Jerusalem, the Hashemite Kingdom of Jordan. I also greet all those who shall meet during this period, including officials representing of the political authorities, brothers and sisters, parishioners of the fraternal churches, as well as friends from the extended Jordan society, Jordanian society, with its Christian and Muslim citizens. Let me send a special greetings, I see many of you, to all the priests of the Latin Patriarchate who are serving in the country. Satan said that we are the majority of the diocese,
I'm aware of this, don't worry. And also I greet the youth who have been so kind and welcome with me. I greet once again the sisters, the religious men, male and women. I send a special greetings to the other Christian communities in Jordan and their respective bishops, especially the Orthodox communities in Jordan who are celebrating today Christmas according to their calendar. And I send also a special prayer to our brother Bishop Joseph Shmara, who is still in the hospital, wishing him to be recovered soon. Thank you once again. I know that there are many expectations and many issues to be addressed. I know, I am very aware. After 4 years of, I don't know how to say, this is not written, of suspension in a way, it's about time to resume our ecclesial journey again. Little by little, not too little, but also not rushing, we will move forward towards what we will discover together being the will of God for our church. I look forward to working with you and in the spirit of fraternal, spirit of brotherly love that we pledge to maintain. I also greet all the communities that will strenuous work for us as we sit in these difficult circumstances at a time when we implore the Lord to heal all the corona-infected people. I wish you are not, I know that many of us have been infected. I wish others not to be infected. It really is not something something nice to get. And encourage also all doctors, doctors, laboratory and the researchers to find appropriate way to deal with this pandemic. So in these coming 2 weeks, we will meet and talk and listen. And now it's time to listen, all of you, and in order to help me, this is also not written, to help me to understand the main points. There are many things to do, but we cannot do everything at the same time. So the main points were to start little by little and to resume the church journey, which is necessary. Not that we are stopped now, we are already moving, but we need now to have a kind of program to organize our life. So I will spend these 2 weeks especially in listening. I will talk less and listen more. It will come also time for me to talk and also to take some decision, but things should be done properly. First listening, then resuming, and then start our journey. And also, since I know there are many expectations, not to expect to have immediate response to everything. There are so many things, one by one, according to the priorities that we'll define. May the Almighty God protect you and me also, all of us, and to keep you well. I look forward to celebrating the first Mass on Saturday at the site of baptism of our Lord Jesus Christ and to greet all the participants in this prayer through all the media outlets. I know that restrictions will not allow to have a lot of people, but we cannot stop. We don't want to stop. We will continue. So thank you for being here. Thank you for your service in Jordan. Thank you for all what you are and what you are doing. May the Lord, through the Holy Virgin, bless all of us. Thank you and Happy New Year. راح اترجم اللي مكتوب. في نهاية هذه الرتبة الروحية أعرب عن تقديري واحترامي وشكري لكل الجهود التي بذلت في هذا الاستقبال وإنني أدرك تماماً مدى الصعوبة لتنظيم الاحتفالات في هذه الأوقات تحديداً لذلك أحييكم أنتم أيضاً الحاضرين هنا وأحيي الفرق التحضيرية واللجان التي ساهمت بإنجاح هذا الاحتفال الأول في هذه الزيارة للقسم العزيز والمهم من أبرشية القدس المملكة الأردنية الهاشمية أحيي كل من سألتقيهم أيضاً في هذه الفترة من رسميين في السلطات السياسية
وأخوة وأخوات في الرعاية من الكنائس الشقيقة وأصدقاء من المجتمع الأردني الواحد الكريم بمسيحيه ومسلميه. واسمحوا لي أن أبعث بتحية خاصة إلى جميع كهنة البطريركية اللاتينية الذين يخدمون في هذا البلد العزيز، وكذلك الشباب في الأردن الذين هم كانوا طيبين ومرحبين بي في هذه الفترة. وأبعث بتحية خاصة إلى الكنائس المسيحية في الأردن وأساقفتها، وخاصة الكنائس الأرثوذكسية التي تحتفل اليوم بعيد الميلاد وفقاً لتقويمها. وصلاة خاصة أيضاً أقدمها لأخينا المطران جوزيف جبارة، متمنياً له أن يتعافى قريباً. أعلم أن هناك الكثير من التوقعات والقضايا العديدة التي ينبغي معالجتها. شيئاً فشيئاً سوف نمضي قدماً نحو ما سنكتشفه معاً، وهو إرادة الله لكنيستنا. أتطلع للعمل معكم بروح واحد. أحيي كل اللجان من جديد التي ستقف معنا في هذه الأيام وتتعب كما قلنا في هذه الظروف الصعبة، حيث نصلي لكي يشفي الرب جميع المصابين بمرض كورونا، ونصلي من أجل الأطباء والممرضين والعاملين في الحقل الطبي، ونصلي من أجل كل الجهود الرامية لإيجاد الأدوية المناسبة للعلاج والوقاية من هذا الداء. حفظكم الرب القدير، والله يعطيكم العافية. وأتطلع إلى الاحتفال يوم السبت في القداس الإلهي في موقع المعمودية المقدس، كما أحيي المشاركين معنا في هذه الصلاة عبر وسائل الإعلام. بعد قليل نصلي معا ترتيلة مهمة كثير، سالفي ريجينا في اللاتيني، ويتوجه غبطة البطريرك إلى مزار سيدتنا مريم العذراء للصلاة ووضع كل النيات أمام الأم البتول. وبعدها نبقى جالسين ريثما يخرج موكب غبطة البطريرك لتقبل التهاني في خارج الكنيسة، والرجاء عدم المصافحة والانحناء والسلام عن بعد. لنصلي. يا مصدر الأنوار نتضرع إليك، فاجعل سناء مجدك السامي يشع في نفوسنا، فنعبر به ظلمات هذه الدنيا ونجتاز إلى مقر الضياء السرمدي بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك، معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. تبارك الرب، الشكر لله. Salve Regina.